وناشد مدبولي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المنافذ التي لا تلتزم بخفض الأسعار. أنا بهيب بالمواطن النهاردة، الأسعار بقت واضحة وبقت معروفة، طب لقيت في مكان بيبيع بأسعار أعلى من كده بكتير، حضراتكم بلغونا. أنا بقول بلغونا، في عندنا الأماكن اللي بيتم الإبلاغ فيها، جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة، هنا في مجلس الوزراء، في كل الوزارات موجودين عشان ناخد ضدها الإجراء الفوري. أنا حدي على سبيل المثال، يعني اتبعت لي بدون ذكر أسماء، اتبعت لنا شكوى من أحد المواطنين تم رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي، الكلام ده امبارح، إن في أحد السلاسل منزل بعض السلع بأسعار أعلى من الأسعار اللي احنا اتفقنا عليها في المبادرة، وكاتب عليها إن بيتم التخفيض في إطار المبادرة بتاعت الدولة، بينما حطت أسعار عالية. على طول تم مخاطبة اتحاد الغرف، وكان التوجيه ليهم الأسعار دي لو ما اتغيرتش السلاسل دي كلها هتقفل، هاخد ضدها الإجراء إنها تتقفل.